المهيب. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى ومن جديد نرحب بكم أجمل الترحيب مشاهدين الأعزاء، مستمعين الكرام أينما كنتم، هنا في ميدان الشهيد الشيخ فهد أحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه، ومع الانطلاقة السادسة في هذه الانطلاقات وهذه الأشواط القوية أو الذين متنافسين ينافسون في هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. ونتمنى للجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. على العموم مشاهدينا، أن هذا هو شوط الحقائق قعدان، مخصص له بالضبط ومسافة المحددة 3 كيلومترات. وإذا المشاهدين الأعزاء، نحن في الطريق إلى صاحب المركز الأول، صاحب المركز الأول اللي هو فريح زيد بن سالم بن دلوان المري في أول المراكز. المركز الثاني عجلان سالم صالح الهاجري. المركز الثالث دار التدخل من شنو؟ شادي لماجد بن فرج الظفيري. المركز الرابع شاهين سالم بن فهيد بن كاظم المري، مشارك في هذه اللحظات. وايضا التدخل من الجناح الايمن هنالك راهي ناصر مجاد بن بوبح المري، وايضا مجد بن عواض العتيبي. رنان الله يا رنان، يا سلام الرنان مشارك في هذه اللحظات. اذا مشاهد الاعزاء، هنا التدخل ناصر بن مبارك بن فهيد النشمي. يا سلام سعود محمد الفهادي اللي هو النشمي، يا سلام، هنا مشارك في هذه اللحظات. ايضا شعار حشر بالظفر الهاجري اللي هو البرنس، يا سلام، الله يا البرنسيس يا اخويا فاضل بالظفر الهاجري. اذا مشاهدي الاعزاء، في هذه اللحظات نعود الى ماجد بن فرج الظفيري. ماجد بن فرج الظفيري على ظهر شادي. الله شادي اليوم بيشدو ويقني من الفرح والابتهاج، يا سلام. ها هو شادي في اول المراكز، ماجد بن فرج الظفيري. المركز الثاني رنان، يا سلام، اليوم اسامي رنانة وغنائية وحافلة في هذه الاشواط. المجد بن فرج بن مجد بن عواض العتيبي. المركز الثالث حشر بن ظفر الهاجري اللي هو البرنس. المركز الرابع ناصر ابن جاب بن بوبح المري اللي هو راهي. المركز الخامس، خامس المراكز هنالك مهيب ناصر بن مبارك بن فهيد العجمي والبسام الشمري، يقوم بالعناية والتضمير. المركز السادس، سادس المراكز النشري سعود محمد الفهادي، وايضا اللي واصل هنا راشد بن علي حيمر المري اللي هو اركان، ومشعان بن محمد العتيبي. اذا مشاهد الاعزاء، مستمعين الكرام، نعود مع الذي يشدو والذي يفرح والذي يغني في هذه اللحظات وفي المركز الاول ومقدمة الشوط الشادي يشدو، يا الشادي يا راعيه، يا ماجد يا بن فرج يا الظفيري، الله وياك. روح عطنا عرض متميز وانفرادة متميزة في هذه اللحظات يا أخوي يا ماجد يا بن فرج يا الظفيري. إذا مشاهدين الأعزاء، ها هو شادي يشدو إذا حصل على المركز الأول لماجد بن فرج الظفيري. المركز الثاني مجد بن عواض العتيبي، ويا أخوي يا مسلم حركنا رنان نبي عاظم ممتاز وناصر بن جابر المري على ظهر الراهي. لكن خلوني مع الذي يجدو، خلوني مع الشادي. شادي ولكن يا هالشرع عطني لقطة على المركز الثاني اللي هو رنان، ولكن الراهي رنان والراهي في ثاني مراكز. لكن خلاص شادي بالفعل، ها هو شادي لحظات وصوله. سلالة النادي لعلي بمانع العجمي، ها هو شادي وصوله الى خط النهائي من فوز الناموس. المركز الثاني مجد بن عواض العتيبي. المركز الثالث بن بوبح المري. المركز الرابع الحشر بن ظفر الهاجري وحمد بن سعود بن شير المري وسعود محمد الفهادي وناصر ابن مبارك ابن فهيد العجمي. تهانينا والناموس للسيد
ماجد بن فرج الضفيري على حصول شادي في الشوط السادس، وانتظرونا في الشوط السابع.